أنا اسمي إيرين يئست مالك، نائب رئيس الجيرمان انترناشونال كوبريشن إيفاو، وسعيدة جداً أن النهاردة جت سيرة برنامج مصر تستطيع، اللي أنا بتشرف أن أنا أنتمي للمجموعة اللي خارجة منه. في البداية بحب أشكر حضرتك جداً وأشكر الحكومة على الإنجازات اللي بتحصل، اللي بتسهل لنا إحنا وإحنا برا أو المصريين في الخارج، اللي بنحاول نوصل صورة مصر، وكان لينا سنين طويلة بنشتغل على ده. الإنجازات اللي بتحصل النهاردة على الأرض بتسهل علينا الأداء ده، أو إن إحنا نوصل الصورة الصح عن مصر برا أو في المؤسسات اللي إحنا بنشتغل فيها. الحقيقة أنا شخصياً بقالي فترة طويلة، لأن أنا بنتمي لمجال البيئة والهندسة الصحية، بشتغل على فكرة الصناعة، إن إحنا ننقل أكبر قدر ممكن من الصناعات اللي في الجزء ده لجوه مصر، وبالتحديد بنظام التصنيع المشترك، إنه الشركات تيجي وتصنع هنا بشكل أكبر. يمكن الموضوع ده محتاجين إنه يبقى له إطار محدد أكبر من كده شوية، بحيث إنه التصنيع ده يكون مثلا بالمشاركة مع الحكومة. إحنا عملنا لقاءات ومشاركات كتيرة مع وزارة الإنتاج الحربي مثلا، بحيث إنه التصنيع ده يتم في إطار معين، لأنه زي ما سيادتك عارف عادة الشركات بيبقى عندها بعض التخوفات من النوها، وإنه يتنقل ويتنقل بشكل آمن، إنه يتعمل هنا في مصر. فدي النقطة اللي أتمنى أن يكون فيه اهتمام بيها. مرسي جدا. شكرا جزيلا. طيب أنا يعني عايز أقول لك أن احنا أولا بشكرك على وبشكر كل اللي قال كلام إيجابي وشجعنا وشجع الحكومة على أن احنا بنحاول نشتغل كويس يعني. لكن عايز أقول لك على حاجة في الموضوع الصناعات المشتركة. ده جهد احنا بنبذله مع في كل زياراتي، عايز أقول لك على أعلى مستوى، مش على قد يعني مش على قد بس زملاء الوزراء وحتى رجال الصناعة. احنا حتى على المستوى في كل الدول اللي رحتها كنت بلتقي برجال بالشركات الكبيرة وبقول لهم ان احنا مستعدين نقدم لكم التسهيلات اللازمة في مصر، وفي عندنا زي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودي فيها يعني بتطل على البحر المتوسط في حوالي 60 مليون متر هناك، وايضا على السخنة في حوالي 240-250 مليون متر هناك، جاهزين ان احنا بتشريعات خاصة بالمنطقة الاقتصادية عشان تجذب الشركات ديت للعمل في مصر يعني. وانا عايز اقولك ان احنا كنا بنعرض عليهم كمان زي ما انا قلت كده لابو غالي يعني، ان احنا قلنا يا جماعة احنا مستعدين نخش معاكم لو تحبوا في ان انتم تخشوا معنا في شراكة بالنسب برضو اللي انت تحبوه. الكلام ده قلنا لهم وانا بقوله لك عشان تبقى انت مطمنه على ان احنا بنتحرك في هذا الموضوع. بس طبعا عايز اقول لك الشركات الكبيره ديت، الشركات الصناعيه الكبيره جدا، لها سياساتها ولها دراساتها المختلفه اللي بتحدد على مقتضاها خريطه تواجدها في العالم، وبالتالي حاضر خريطه تواجدها في العالم. لكن انا باختصار شديد احنا مش عايزين حد يجي عندنا ونقول له ان احنا ناخد حاجة منه غصب، لا لا لا، في احترام بالكامل لالتزاماتنا اللي احنا هنلتزم بيها مع هذه الشركات. لو حبت تعمل في مصر كل الدعم لها، لان احنا عايز اقولك محتاجين ده. اتصور ان برضو من ضمن الاثار اعتقد اللي ترتبت على كوفيد ان يمكن خريطة تواجد الشركات في العالم يمكن هتتغير شوية نتيجة الواقع اللي أثبتته أو اللي تشكل نتيجة الكوفيد في أوروبا ودول تانية، وأتصور إن ده هيبقى بيعطينا فرصة إحنا محتاجين نستغلها. لكن أنا بطمنك إن إحنا عايزين ده ومستعدين نلبي كل الالتزامات اللي الشركات دي تكون محتاجاها عشان تعمل في مصر، مش بس عشان تحافظ على النهو بتاعها، لا، اي معايير اخرى، اي التزامات اخرى. واتصور ان البيئه التشريعيه دكتور مصطفى اللي موجوده عندنا تحقق لهم هذا الامر. انا مره تانية سعيد ان انا التقيت بيكم وسعيد بكل الكلام الايجابي اللي قالوه كل المشاركين، ومره تانية تحياتي واحترامي وتقدير لكم جميعا،
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم سيادة الرئيس، شكرا جزيلا على سعة صدركم وإعطاء الفرصة والمداخلات للجميع، شكرا جزيلا لكم سيادة الرئيس.